توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك واعتبار الزمالك مهزوماً أمام الأهلي بنتيجة 0-2. هذه أبرز قرارات رابطة الأندية المحترفة بعد قرار الزمالك أمس بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي اليوم ضمن الدوري المصري. فما هي هذه القرارات وما رد نادي الزمالك عليها؟ كل هذه التفاصيل نستعرضها مع حضراتكم الآن. أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة خطاباً جديداً إلى نادي الزمالك عقب قراره بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي اليوم ضمن الدوري المصري. وكان الزمالك قد اعتذر عن خوض اللقاء مما أدى إلى اعتبار الأهلي فائزاً بنتيجة 0-2. أصدرت رابطة الأندية بعد قرار الزمالك بتوقيع غرامة مالية على نادي الزمالك سيتم تحديدها من قبل مجلس إدارة الرابطة وخصم 3 نقاط من رصيد الزمالك بإضافة إلى خسارته المباراة وإعادة ترتيب الفريق في جدول المسابقة ومعاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب. وكان بالفعل أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بياناً رسمياً أمس بخصوص أزمة مباراة القمة أمام الأهلي والتي كان من المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز. وبهذا القرار يكون الأهلي قد وصل للنقطة 45 في المركز الثاني على سلم ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد نادي الزمالك عند النقطة 34 في المركز العاشر. جاء في بيان الزمالك أنه تؤكد إدارة النادي أنها تدرك جيداً عشق جماهير الزمالك للحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تدرك أيضاً المنافسة الشريفة كانت دائماً شعارها على مدى أكثر من قرن، إلى أن ظروفاً قهرية تمنعها من خوض مباراة الدوري المقررة غداً نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص والذي ترسي قواعد ومبادئ كرة القدم، وتتعهد الإدارة بالعودة قريباً إلى المنافسات الكروية الشريفة، ونثمن جهود جميع الجهات الداعمة لصناعة كرة القدم في مصر. وكنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبداً. أما من جانبه قال الخبير المختص في لوائح كرة القدم عامر العمايرة عبر حسابه على منصة إكس أمس الاثنين أن المادة 49 تنص على أنه في حال تبين أن ما سبق في المواد 39 و40 و41 بسبب عذر قهري تقبله إدارة المسابقات يتم إعادة المباراة. وأخيراً قال خبير اللوائح أن النادي الأهلي يجب عليه مخاطبة الرابطة ورفض صيغة الخطاب ويطالب بذكر انسحاب نادي الزمالك وتطبيق المادة 51، وأكد أنه يجب أن يتم كتابة انسحاب نادي الزمالك واعتبار النادي الأهلي فائزاً بنتيجة 0-2 مع خصم 3 نقاط من رصيد الزمالك. إلى هنا مشاهدينا تكون انتهت تغطيتنا، كنت معكم أنا رنا عبد الرحمن، أشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.